بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بصحبتكم من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم على درب الإتقان، الذي نتغيى من خلاله إتقان قراءة القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق مع أستاذتنا الفاضلة الأستاذة فتيحة زويني. مرحبا بك أستاذتي من جديد. مرحبا. مشكورة دوما على مجهوداتك المتواصلة لتعليمنا دقائق وتفاصيل رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. بارك الله. أحبتي في الله، في الفقرة النظرية الأولى سنتحدث بإذن الله تعالى على مراتب الغنن، أما في الفقرة التطبيقية فنواصل بإذن الله تعالى قراءتنا لما تيسر من سورة آل عمران، فابقوا معنا مباشرة بعد هذا الفاصل. أحبتي في الله، أجدد الترحاب بكم في الفقرة النظرية الأولى من هذه الحلقة، والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى على مراتب الغنن مع أستاذنا الفاضلة الأستاذة فتيحة زويني. مرحبا بك أستاذتي الكريمة من جديد. مرحبا. إذن في حلقة فائتة تكلمنا على الغنة، ذكرنا بالتعريف ديالها بمخرجها وكذلك كيفية الأداء ديالها. اليوم أستاذة ننتقل لمراتب الغنن، وشنو كنقصد بها بداية؟ نعم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا نقصد بمراتب الغنن؟ نعم. هناك مراتب، بمعنى هناك مراتب للغنة، بمعنى الغنة تتفاوت من حيث المراتب حسب حالة الحرف. هل الحرف، ملي كنقولوا الحرف راه دائما كنهضروا على النون والميم، لأن الغنة لاصقة غير في النون والميم. نعم. سواء كان قلنا النون والميم، الغنة ديالها اللي كانت مشددة، النون والميم اللي كانت مشددة راه تختلف عن النون المخفات. نعم. والنون المخفات، الغنة ديال النون المخفات أو النسبة ديال الغنة ديال النون المخفات تختلف عن نسبة الغنة في الإدغام الناقص. نعم. كذلك الإدغام الناقص، نسبة الغنة في الإدغام الناقص تختلف عن نسبة الغنة في الحرف المظهر، والحرف المظهر يختلف كذلك عن الحرف المتحرك. نعم. إذن هناك مراتب للغنن حسب حالة الحرف. نعم. هل هو مدغم؟ هل هو مخفى؟ هل هو مظهر؟ هل هو متحرك؟ نعم. طيب أستاذة، يعني واش كتقصدي بمراتب الغنن؟ يعني الغنة تختلف من حيث الطول أو من حيث المخرج؟ الأغلبية تيقولوا من حيث الصدى والقوة في صوتها، أو من حيث البروز في قوتها. ملي كنعنيو بمراتب الغنن، الصدى ديال الصوت ديال الغنة، القوة ديال التصويت ديالها. نعم. ماشي الطول، لأن هناك من قال مراتب الغنان حسب الطول، الطول ديال المشدد غيكون أكثر من المخفي، والمخفي غيكون أكثر من الإدغام الناقص، والإدغام الناقص أكثر من المظهر، والمظهر أكثر من المتحرك. نعم. ولكن حنا غنمشيو مع القول الذي يقول مراتب الغنان من حيث صدى وقوة التصويت بالغنة وبروز التصويت بها. نعم. طيب أستاذنا، نتعرفوا على مراتب الغنن والأزمنة ديالها. واخا كاين الغنة، المراتب ديال الغنن، أول مرتبة أكمل ما تكون، المرتبة الثانية كاملة،
المرتبة الثالثة ناقصة، المرتبة الرابعة أنقص ما تكون، أكمل ما تكون، أنقص ما تكون، وبينهما كاملة وناقصة. نعم إذا نفصلوا في هذه المراتب نعم ونعطيو. كل واحدة على حدة باش نفهموها أكثر. واخا، متى تكون الغنة أكمل ما تكون؟ ملي كنقولوا أكمل ما تكون هي الدرجة الأولى، الصدى ديالها باين، القوة ديال الغنة باينة، البروز ديال الصوت ديال الغنة باين. ملي كيكون الحرف مشدد، أي حرف مشدد كيف ما كان سبب ديال هذا التشديد، سواء كان تشديد أصلي مثل الجنة إن ثم، كيف ما كان النون مشددة هذا كيتسمى تشديد أصلي، نعم. أو لا تشديد يكون بسبب الإدغام، الإدغام الشمسي وصدى اللي شرحتينا في الإدغام بأنواعه الثلاثة. نعم، الأول إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم. نعم، في النون مثلا من نعمة، وفي الميم من مال. نعم، من كتحسي بالقوة ديال الغنة، من نعم. الجن نعم كنحسوا بها. نعم، إذا هذه أكمل ما تكون ملي كيكون الحرف مشدد. قلت كما كان هذا التشديد، إما تشديد أصلي أو تشديد بسبب الإدغام بأنواعه الثلاثة. قلنا النوع الأول هو إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم، وإدغام الميم في الميم اللي هو إدغام التماثل لكم، ودائما النون أغن من الميم. نعم، النون أغن من الميم. والنوع الثالث من الإدغام هو الإدغام الشمسي، هو ملي كنضغموا ال في النون. نعم، هذا الإدغام الشمسي غادي نوصلوا له إن شاء الله وغادي نوضحوه. نعم، مفهوم؟ نعم. إذا هذه عرفنا الرتبة الأولى. نعم، هي رتبة أكمل ما تكون وتكون في النون المشددة قلنا، سواء كان هذا التشديد أصلي أو بسبب تشديد بسبب الإدغام وأنواعه الثلاث. نعم، فالنون والميم أسادة، وقلتي أن كاين تفاوت بيناتهم، يعني النون دائما كتكون أغن دائماً من الميم. دائما النون أغن من الميم، ولهذا كنبداو بالنون عاد كنبداو بالميم. نعم، دائما النون أغن من الميم. نعم، نمشيو للمرتبة الثانية وهو غنة كاملة. نعم، شكون اللي كثر، أكمل ما تكون ولا كاملة؟ أكمل ما تكون. أكمل ما تكون. دابا غنمشيو للمرتبة الثانية، هي كاملة. نعم، كاملة فين كنلقاوها؟ كنلقاوها في الإخفاء بأنواعه الثلاثة. راه ذكرني بالإخفاء الأنواع ديالو الثلاثة. الإخفاء الحقيقي، إخفاء الحقيقي ديال النون الساكنة إذا جاء بعدها حروف الإخفاء اللي هي ما عدا حروف الإظهار الحلقي وما عدا حروف الإدغام يرملون وما عدا الباء. نعم، وكنقصد به كذلك الإخفاء الشفوي ديال من؟ ديال الميم الساكنة، ديال الميم الساكنة اللي جا من بعد منها الباء. نعم، وكنقصد به الإخفاء ديال الميم المنقلبة عن النون اللي جات من بعد منها الباء اللي هو حكم القلب. نعم، إذا ملي كنقول الإخفاء بأنواعه الثلاثة، راه كاين عندنا الإخفاء، كاين عندنا الإخفاء الحقيقي ديال النون. نعم، منكم منكم، الإخفاء ديال الميم ترميهم بحجارة. نعم، الإخفاء ديال النون المنقلبة عن النون اللي جات من بعد منها الباء من بعد. نعم، من وصدى القلب تا هو كياخذ حكم الإخفاء. نعم، كيتسمى مع الإخفاء. نعم، جا هو في المرتبة الكاملة. نعم، إدغام كامل. نعم، أكمل ما يكون كامل. شنو المرتبة قلنا الثالثة؟ شنو قلنا في المرتبة الثانية؟ ناقصة، الغنة ناقصة. لا، باقي ما نوصلوا للغنة، نبقاو في الكاملة. نعم، بالإضافة إلى الإخفاء كنزيدوا الإدغام الناقص بغنة. والناقص مع من كيكون؟ مع الواو والياء. الياء مع يوين. مع يوين. مي يعمل، مي ميولي. مفهوم؟ نعم. إذا المرتبة الأولى أكمل ما تكون في المشدد،
كما كان هذا الشديد. المرتبة الثانية في الإخفاء بأنواعه الثلاثة: إخفاء الحقيقي، الإخفاء الشفوي، والقلب. نعم. ومن في المرتبة، باقي في المرتبة الثانية في الكاملة، كاين الإدغام الناقص بغنة. نعم. نمشيو للمرتبة الثالثة، هي الغنة الناقصة. أولا الغنة الناقصة، الغنة الناقصة هي كنلقاوها في الساكن المظهر. عندنا جوج إظهارات ديال الميم وديال الإظهار ديال النون، شنو كنسميوه؟ الإظهار الحلقي. نعم. والإظهار ديال الميم شنو كنسميه؟ إظهار الشفوي. إظهار الشفوي. إذا الإظهار الحلقي والإظهار الشفوي جاو في المرتبة الثالثة، اللي هي غنة، المرتبة ديال الغنة ديالو اش كتسمى؟ ناقصة. ناقصة. كنمشيو للمرتبة الأخيرة، أنقص ما تكون، هي ملي كتكون عندنا النون ولا الميم محركة فيها، ولكن ما تكونش مشددة، فيها فتحة ولا ضمة، ولا بحال مثلا من دوني، دوني، ني، ني، نعم. ني. مثلا نعمة، نعمة، بلا ما ندخلوا عليها النعمة. نعم. ني، ني. كي كتجيك الغنة ديالها؟ شكون اللي أنعمت؟ واش أنعمت ولا نعمة؟ شكون اللي كثر؟ أنعمت أكثر. أنعمت أكثر. نعم. إذا أنعمت فيها الغنة ناقصة، أما الحرف اللي تيكون متحرك يكون فيها أنقص ما يكون. تقريبا ما كتبانش. كاين الأصلية. يعني كاين الأصلية الجوج ملازمة للحرف. نعم. دابا هاد المرتبتين الأخيرتين أو للمرتبتين الأخيرتين هاد فيهم غير الغنة الأصلية. نعم. كاين المشدد، الحرف المشدد غنة فيه زائدة. نعم. أكمل ما تكون. المرتبة الثانية في الإخفاء والإدغام الناقص. نعم. غنة زائدة مطولة، ولكن كتجي غير كاملة. المرتبة الثالثة كاين فيها غير، المرتبة الثالثة والرابعة فيها غير الغنة الأصلية. نعم. كاين المظهر، الساكن المظهر، مثلا أنعمت. نعم. الساكن المظهر كنعنيو به الإظهار الحلقي والإظهار الشفوي. مثلا أعمت جمعتنا جوج إظهارات، جمعتنا الإظهار الحلقي والإظهار الشفوي. أنعمت. هل النون مظهرة؟ أمتى؟ الميم جات في كلمة. نعم. طيب، وصد الغنة في الإخفاء والإدغام الناقص عندهم ربما مرتبة واحدة. مرتبة واحدة. هناك من 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 سبق الإخفاء على الإدغام الناقص في المرتبة. نعم. وهناك من 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 قال العكس. ولكن إحنا ملي كنجيو ننطقوا، شوفي كيف غننطقوا، من مي مي مين، شكون اللي كتحسي في القوة وفي الإخفاء؟ الإخفاء. نعم. يعني قريب مين. نعم. إذا حنا مشينا مع القول اللي تيقول الإخفاء أكثر مرتبة قليلا من الإدغام الناقص. نعم. طيب أستاذ، هناك من يقول أن الغنة يعني يقيسها بمقدار حركة الأصبع مثلا، بسطه أو قبضه، حركة أو حركتين. ودابا أنا كنقرا غير بشوية، وأنا كنديرها هكا بالزربة. نعم. غادي نضبط؟ لا. إذا أستاذ، هذه الحركة كدارتها في المدود بالنسبة للمبتدئين باش تقريبية، باش يضبطوا المد تقريبية. نعم. ولكن غضبط لي المقدار ديال الغنة بمقدار حركتين قبل الأسبوع، لا هذا تقريبي. نعم. الغنة كناخذوها بالمشافهة. نعم. بالجلوس في طاولة التعليم ونتعلم ونسمعها المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ومرات عديدة. نعم. كترسخ لي في عقلي وكنعرف المقدار ديالها. نعم. أما الأصبع هذه تقريبي فقط. نعم. ولكن أستاذة، بالنسبة للعلماء يعني واش ما اختلفوش في العدد ديال هاد المراتب؟ قلت لنا أربعة المراتب. اختلفوا طبعا، اختلفوا، اختلف العلماء. هناك من قال خمس مراتب. نعم. هناك من قال أربع مراتب. نعم. هناك من قال ثلاث مراتب فقط، أسقط اللي فيهم الغنة الأصلية. نعم. اللي قال خمسة المراتب شنو دار؟ دار المشدد هو الأول، الإخفاء الثاني، الإدغام الناقص ثلاثة، الساكن المظهر أربعة، المتحرك خمسة. نعم.
اللي قسموها أربعة هو اللي درناه دابا. نعم قسمنا قلنا المشدد كيفما كان هذا التشديد، نعم ثانيا الإخفاء مع مع الإخفاء مع الإدغام الناقص، نعم ثالثا الساكن المظهر زيد، ورابعا المتحرك المتحرك. نعم اللي داروا غير ثلاثة داروا غير المشدد نعم والإخفاء والإدغام الناقص، نعم ما داروش المظهر وما داروش، هما شافوه في الغنة الزائدة. نعم حتى هذا قول، نعم لا جيتي تشوفي راه حتى هذا قول، لأن نعم هذيك راه غنة أصلية، هذيك راه هذيك موجودة دائما مركبة كاينة مع جسم. الميم والنون سمعت نعم الأقوال، كتستافدي من هذا القول وكتستافدي من هذا القول، نعم اختاري أي قول، ولكن ملي كتلقاي هذا القول وهذا القول كتقارني بيناتهم كتزيدي تستافدي أكثر. نعم شكرا جزيلا أستاذة دائما على التفاصيل والدقائق اللي كتنفعينا بها باش نكونوا إن شاء الله من المتقنين لتلاوة القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله. مباشرة بعد هذا الفاصل ننتقل للفقرة التطبيقية التي نواصل فيها بإذن الله تعالى قراءتنا لما تيسر من سورة آل عمران. أحبتي في الله، إذن نواصل بإذن الله تعالى قراءتنا لما تيسر من سورة آل عمران، وذلك من قوله تعالى: فنادته الملائكة، إلى قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ونحرر أول مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ إحسان أديب. إحسان أديب، من أي مدينة كتصل بنا؟ مدينة سلا. نعم، إذا شكرا جزيلا على تواصلك مع برنامج على درب الإتقان، وتحية خالصة ليك والأهلنا في مدينة سلا. ونبغي نتعرف عليك إحسان، شحال السن ديالك وكيف دايرة علاقتك بالقرآن الكريم؟ أنا السن ديالي عندي 18 سنة، نعم، والعلاقة ديالي مع القرآن، أنا طالبة علم الدراسة الإسلامية الشرعية، و الله يوفقنا يا ربي لما يحبه ويرضاه، والله يوفقنا حمل كتاب الله يعني حفظنا بإذن الله، وجزاكم الله خيرا. وأنا فرحانة بزاف أنني يعني ربما تجربة لي إن شاء الله. نعم، مرحبا بك إحسان، احنا فرحانين لأنك تواصلتي معنا، ونبغيو نعرفوا وقتاش يعني بدأت علاقتك بالقرآن الكريم، واش من الطفولة ولا في عهد قريب؟ الطفولة ديالي يعني أنا من الصغر ديالي، والأم ديالي ميت يعني كانت واعظة، كدير الموعظة في جميع المناسبات يعني، والقرآن الكريم من الطفولة ديالي يعني، مني حليت عيني في يعني حليت عيني مني كنت صغيرة، وأنا كنشوف يعني كتشوف يعني الأسرة ديالك القرآن، مرتبطة والأم بالقرآن. ديالك يعني الحمد لله يعني تربينا في واحد الأسرة اللي الحاجة الوحيدة يعني اللي مهتمين بها هي الإنسان يكون حامل كتاب الله، يكون تقرب من الله أكثر وأكثر، وأي حاجة كتجي الحاجة الوحيدة هي من الوالدين يعني. نعم، القدوة هي الوالدة ديالي يعني، الإنسان يعني اللي طلعت يعني أنا بالحب ديال القرآن ومن الوالدين الحمد لله. نعم، تحية خالصة ليها. بارك الله فيك. نعم، الله يحفظها لك أختي إحسان. إذا تفضلي إن شاء الله بالقراءة، والأستاذة فاتحة زويني في الإنصات والتصحيح إن لزم الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد
بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله عليك إحسان، شكرا على هذه القراءة الطيبة المباركة. وبقي معنا بس تسمعي ملاحظات الأستاذة فتيحة الزويني، ما رأيك في قراءة إحسان؟ إحسان تبارك الله عليها، درت واحد المجهود ودرت واحد المبادرة طيبة أنها دخلت تعلم، ويلاها قالت لك دخلت هذا العام الأول. نعم إحسان درت مجموعة من الأخطاء، الا جيت نصححهم لها كاملين الوقت ما غاديش يسمح لينا. نعم. اخطاء لا من ناحيه الاماله مثلا، لي بكار حنا نقراو لي بكار. نعم. لا في الاماله ولا في الحروف المستفيله والمستعليه. نعم. ولكن حنا ما نعذروها لانها مازال في سنه اولى. غادي نعذرها. حاجه اللي كنصحها هي انها تتبع الدراسه ديالها في هذا العلم، هذا علم التجويد، وما شاء الله كنحسوا بها عندها ديك الطاقه وعندها ديك الصوت الزوين، انها الا تعلمت غيكون افضل واحسن وتولي تتصل بينا ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا العلم كيف ما كنعرفوا يؤخذ بالمشافهه. نعم. ويحتاج الى الصبر والى الصبر مده طويله. المواظبه. نعم. المواظبه ثم المواظبه. نعم. إذا إحسان شكرا جزيلا لك، وناخذ مكالمة هاتفية أخرى. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ حنان شكري. من أي مدينة أختي حنان كتصلي بنا؟ أنا شكري من مدينة مكناس. نعم، إذا شكرا على تواصلك مع برنامج على درب الإتقان، وتحية لساكنة مكناس. نبغيو بداية الأخت حنان تعرفوا عليك، شحال السن ديالك، شنو كديري في الحياة، وكيف علاقتك بالقرآن الكريم؟ الاسم ديالي حنان شكري. الحمد لله البداية ديالي كانت منذ السن السابع 7 سنوات. نعم. كانت البداية ديالي يعني أحفظ القرآن في مسجد بدر بمدينة مكناس مع الاساتذه ديالي والفقهاء ديالي، كانوا كيحفظوني القران يعني فاش كنت صغيره. نعم. بالموازات مع الدراسه القرآن. طبعا بالموازات مع الدراسه. نعم. كنت ادرس وكنت في يعني في الصيف اتفرغ لحفظ القران. نعم. بعدها انتقلت للتعليم العتيق، فكنت يعني ادرس في التعليم العادي. نعم. يعني ان كنت شعب العلميه. نعم. لكن في التعليم العتيق كنت يعني اتفرغ لحفظ القران فقط، يعني قسم التفرغ. نعم. بالموازاه مع ذلك كنت اتلقى علم التجويد مع الساداتي الفضليات. نعم. في شتى دور القران، منهم الرابطه العلميه. نعم. يعني بقبه السوق صحيح بمكناس. نعم. ثم الإمام النافع، ثم مسجد بدر. تبارك الله عليك، يعني كنت حريصة. تلقيت علم المقامات على الأستاذ الشبوك عبد الإله. نعم. حيث درسني علم المقامات وأنا بنت الثامنة 8 سنوات يعني. نعم، تبارك الله عليك، يعني كنت حريصة أنك تحفظي القرآن وتواكبي كذلك الشعبة العلمية اللي كنت كذلك يعني كتقرايها في المدرسة العادية وكذلك المقامات. ما شاء الله عليك.
الحمد لله أستاذة. نعم، إذا تفضلي بالقراءة، والأستاذة فتيحة زوينين في الإنصات والتصحيح إن لزم الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا على هذه القراءة الطيبة المباركة أختي حنان من مدينة مكناس. أستاذتي الفاضلة، ما رأيك كيف قراءة حنان؟ قراءة متقنة تبارك الله على حنان، صوتا وأداء وتطبيقا تبارك الله عليها. نعم، يعني هي كيف ما شرحت لنا في البداية كانت حريصة أنها تقرأ علم التجويد وكذلك تفرغ للقرآن الكريم، وكانت يعني كتردد بين دور قرآن مختلفة. يعني تبارك الله عليها، كانت مصرة وعندها إرادة، وهذا باين في الإتقان ديالها للقراءة. نعم، تبارك الله عليها، الله يكمل عليها بخير. نعم، إذا الصحبة دائمة بإذن الله تعالى كنتمناوها لك أختي حنان مع القرآن الكريم. أحبتي في الله، نكتفي بهذه القراءتين المباركتين. مباشرة بعد الفاصل نلتقي مع الملخص.
أحبتي في الله، كيف ما تبعتوا معنا في الفقرة النظرية الأولى من هذه الحلقة، فصلت الأستاذة الفاضلة الأستاذة فاتحة زويني في مراتب الغنن، وقالت بأنها أربعة. المرتبة الأولى تكون الغنى أكمل ما تكون، المرتبة الثانية كاملة، المرتبة الثالثة تكون ناقصة، والمرتبة الرابعة أنقص ما تكون. قالت الغنى تكون أكمل ما تكون مع الميم والنون المشددتين، وكذلك مع الإدغام بأنواعه الثلاثة، يعني إدغام النون ساكنة والتنوين في النون والميم، إدغام المتماثلين يعني الميم مع الميم، والإدغام الشمسي. المرتبة الثانية اللي كتكون فيها الغنى كاملة تكون مع الإخفاء بأنواعه الثلاثة، وكذلك مع الإدغام الناقص. المرتبة الثالثة والتي تكون فيها الغنة ناقصة تكون مع النون والميم الساكنتين المظهرتين. أما المرتبة الرابعة والتي تكون فيها الغنة أنقص ما تكون فتكون مع الميم والنون المتحركتين. إذن أستاذتي الفاضلة، شكرا جزيلا دائما على التفاصيل والدقائق اللي بها إن شاء الله نكون من متقنين لقراءة القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، في الختام أشكركم شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة. أنقل إليكم تحيات الفريق التقني، وتقبلوا مني أفضل التحايا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.